كلها. وهو مع الممارسة كله كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة. كل 8 منهم نوم حق جسمك. و8 منهم دراسة كشباب دلوقتي أو عمل. طبيعي. كويس؟ يزيدوا ينقصوا في ال 8 ال 30، 8 ال 30 اللي بتاخد منها إيه؟ خد عمليتها زي إيه؟ الجوانب. طيب. يزيدوا إيه بقى؟ بعد كده على قدر الهدف يكون الإيه؟ الانطلاق. عشان كل ده حاجه هناخد كده كلمه ايه. ف مرحبا اهلا وسهلا. ففي طلب الرزق ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كويس مش شايف كويس. طلب الرزق ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ شايفينها؟ والذي جعلكم ارض ذروة فامشوا في جبلها كده امشي واطلق الخطوة امشي ملكا من غير ما ايه تبقى قال لك واكلك يعني امشي كده ايه فامشوا بطمأنينة بحرص وبدية لكن ايه بطمأنينة. وفي طلب الايه؟ الصلاة. في طلب الصلاة قال فاسعوا فاسعوا لذكر الله وذروا البيع. السعي اشد من الايه؟ من المشي. واحد فيه سعي كده فيه جدية وفيه عزم وفيه حركة فيه سرعة اكتر. وان كان السنة في المشي للصلاة ايه؟ إذا أتيتم الصلاة فأتوها أنت ولا تأتوها أنتم تسعوا. صحيح. والله في تعارض بين الحديث وبين الآية؟ لا مش تعارض. وأتوها أنتم ايه؟ تمشون عليكم بالسكينة والرضا. بس السعي هنا ايه؟ سعي القلب. عندنا صلاة الجمعة. أنا أسارع. مسارعة القلب والسعي بإقبال. وإن كان واحد ماشي ايه؟ مش ماشي طايش، ماشي مطمئن ومعظم للصلاة. نجمع بين الايه؟ الحديث الآية. طيب وفي ايه تاني قال وسارعوا؟ الجنة. الجنة. سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة. وإلى الله قال ايه؟ تفروا. أكبر حاجة اجري على الله سبحانه وتعالى. ولد صغير كان يجري على ايه؟ ولا المثل الأعلى يجري على أبوه بعد طول حرمان منه ياخد الحب. ها؟ ولا المثل الأعلى اجري على ربك وسيب كل حاجة ايه؟ خلفك يعني تستحق الغاية بتاعتك تستحق ايه؟ أن تبقى عليه. خلاص أنا ايه كمان عندنا؟ وصل وصل ان شاء الله. اه الرؤيه بيقول ايه؟ طالما انك تتوجه الى الله عز وجل باستمرار فسوف يفتح عليك اكثر من الخير. الراجل ده مش راجل دين ولا حاجه، يعني مدرب يعني بس مما وصل اليه هذا الامر. طول انت بتواجه الله سبحانه وتعالى انت بتكسب ايه؟ انت بتكسب ايه؟ خلاص انا مش هنا بعطي عطاء فوق ايه؟ فوق ما تتصور. عطى الله سبحانه وتعالى فوق ما تصور. بس انت اتجه اليه واجري فعلا عليه زي ما الولد بيجري على ايه؟ على ابوه الله المسؤول عنه. اجري عليه احتضنه يا رب ما تسيبنيش. خلينا معاك يا رب. ده الهدف الاساسي واول محور وجانب الايه؟ الجانب الروحي. اذا اتظبط تظبط بقيه الايه؟ الجوانب الايه؟ نقطه هتكون سواء عشان كده انا يعني مش عايز اشوفه عليك. طيب دلوقتي كده هنا الايه؟ الاولويات. ده مربع الاولويات. حد شايف مربع ده؟ حد سمع عنه قبل كده؟ هام مربع الاولويات. هام وعادل. عادل عادل. المربع ده المفروض ان اول خانه هنا، اول خانه هنا ده الهام والعادل. هنا الهام وغير عادل. المربع الثالث غير هام عادل لكنه عادل. المربع الرابع غير هام وغير هام وغير عادل. ثاني كده المربع الاول هام وعادل. هام وعادل. ثاني هام غير عادل. هام غير عادل. ثالث غير هام بس عادل. غير هام بس عادل. الرابع مش الاثنين غير هام غير عادل. الله يسلمك. الناس اللي طاف بيسموا مربعات ايه؟ المربع الاولاني اللي هو ايه؟ الهام والعدل بيسموه ايه؟ مربع الطوارئ. زي ايه؟ الصلاه مثلا. الصلاه دلوقتي هزمت. بصلي. من الصلاه اللي هتعملوها كتابا هو هي مش طوارئ قوي الصلاه. مش المعروف ده بس اذا جه وقتها بقت ايه؟ بقت هي واجب الوقت. سموه بقى في الشرع واجب الوقت. طوارئ زي ايه؟ مثلا امي اتصلت تقول لي تعالى بسرعه دي المستشفى. انت تعبت في ايدك ايه؟ مش ايدك فخلاص لازم ايه؟ تروح تكشف.
طارق فهام وايه وعامل. انا هسيب مربع الثالث. المربع الثالث اللي هو ايه غير هام بس عامل، بيسموه غير هام بس عامل. زي ايه؟ زي حاجه مش مهمه بس عاجله. ها فكروا كده، صعب شويه. حاجه غير مهمه بس عاجله. عندي الواد حفيد الصغير مالك عنده 5 سنين يجي كده ايه بيتو تعالى بسرعه في ايه؟ ولا انا بعمل مسرح بره في الصاله وعايزك تيجي تشيل معايا مش عارف ايه عشان في ايه يا ابني؟ مسرح ايه وبتاع ايه؟ وانا لازم اصلي. عايز ابني يبني خشب ومصابين، عايز اعمل بلكونه في البيت هنا بسرعه. بسرعه ايه؟ مش الموضوع مش مهم، بس هو بالنسبه له ايه؟ كل حاجه. واحد صاحبك يقول لك ايه؟ انزل بسرعه حالا. في ايه؟ في 2 كيلو لب سخنين، هتنحل خلاص كده يا راجل. سخنين. وايه يا ابني لب ايه وبتاع؟ ده مش نفسك. وغلس. الحاجات اللي هي ايه؟ مكالمه بسرعه بس. الحاجه مش مهمه. الحاجه العاجله دي المكالمه تفوق يا لب. انا مشغول بحاجه دلوقتي. اعرف مين؟ بناء عليها بتقيم ايه؟ اقطع المحاضره ولا اقطعش تمام؟ احنا احيانا ممكن واحد يقطع الصلاه. دي حاجه ايه؟ دي ضروره. دي حاجه يعني حاجه شديده. حاجه بتوقع حد يقول بتقطع صلاه كويس؟ ده لكن هو في حاجه الحاجه اللي تقطع لها وقت الناس بتقول هي ايه؟ هي احسن تقول هي اهميه. مش اي حاجه تقطع لها ايه؟ وقت زي التليفونات اللي بتيجي على ده كده ممكن ما تردش عليها. اشعارات الفيسبوك قرات نتيجه يقول لك فلان دخل عمل لايك لفلان لازم تخش تشوف مين عمل في ايه بتقفل الاشعارات صح؟ مش محتاج يعني فلان عمل بس بيبص بس مباشر دلوقتي في ايه؟ انا مالك؟ فيعني حته انتبه لمربع الخداع. مربع عرفت مربع ايه؟ طارق. الثالث اسمه ايه؟ خداع. الخداع. المربع الثاني اللي هو ايه؟ يبقى الجانب الايه؟ بتاع اي حاجه فيها اعداد حاجه مهمه هو المربع ده. المربع الايه؟ بس مش الاعداد بس، بيسموه مربع الجوده. جوده؟ جوده. الاولاني مربع الطوارئ. طب افهم الجوده ليه؟ ليه سموه جوده؟ اللي بيجود حياتك كلها. المربع انت لما بتعد للحاجه يبقى ادائك فيها ايه؟ عادي. وما بتحتاجش تخش مربع الطوارئ. اللي ما بيعدش ما بيجهزش كل حاجه تبقى فين؟ ربع طارق. عايش اسعاف. مسحول. كل اللي عملنا سحباه وسحلاه، كل الناس بتطالبوا ما انت اتاخرت عن اداء حاجات وقتها. خطوره هذا المربع وده اللي بيريح الحياه كلها. ربع الجوده اللي ربنا حط في قولنا ايه؟ واعدوا. حد شاف مسلسل ارطغرل؟ قلت لهم هم بعدين يعملوا ايه في السيوف؟ سن السيف. ما انا قاعد تحسب يستفيد مثلا في مساله الاعداد من اقوى الامور اللي هي بتخلي ادائك جيد. اعداد ايه بقى؟ مذاكره عشان الامتحان. ايه كمان؟ نموذج الاعمال مربع الجوده المربع الثاني. انا طلبت منكم في ورشه طلبناها من حضراتكم اعداد يعني ايه؟ ال 24 ساعه بتاعتك بتعمل فيها ايه؟ بعد ما اخلص دول اديكم واجب عليهم نقعد دلوقتي وانتوا بتاكلوا ان شاء الله ايه؟ توزعوا الاعمال بتاعتكم على مربعات اربعه. شوفوا نفسنا فين في اي مربع من دول، بس نكمل. مربع الجوده زي ايه؟ ايه تاني؟ مذاكره؟ اي سكيلز بتاخدها في وقت الدراسه. ايوه تمام، في مهارات ترفع بيها مهاراتك، بتتقل بيها السي في بتاعك. بتقوي بيها موقفك في اول انترفيو هتقعد فيه. هتقعد في الانترفيو ها؟ انت ايه؟ التقدير بتاعك ايه؟ ايه اللي درست ايه؟ ايه اللغات اللي معاك؟ تعرف تعمل ايه؟ تك تك انا جاهز. أريد